معلقة زهير بن أبي سلمى، فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر، فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأم. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تومته، ومن تخطي يعمر فيهرم. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتم. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم. ومن يوفي لا يذمم، ومن يفضي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه، ولا يغنيها يوما من الدهر يسأم. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم.